متى كانت بداياتك بالغناء حسام؟ والله شوف الحين انا بجاوبك بطريقه يعني فلسفيه. تمام. احنا بدايه يعني ما بقول لك احنا يعني ليش احنا انت جنبي؟ لا لانه اصحابي تعرف انت الشوق. بدايتي كانت والله يعني في منتزهات حديقه ما حديقه كورنيش في جده. في الكورنيش كنا نطلع يمكن مننا ثلاث انفار جيتار اورج. الاورج حتى يكون اوقات مش يعني كده لانه كهرباء يكون، فممكن نطلع جيتار ونطلع بدربكه نقعد في اي مكان في الكورنيش. كنا مسيين ضجه شويه فاهم، بس بعدين حصلنا مضايقات قوموا ما نبغى تجمعات قوموا ما ادري ايش، فكنا ماخذين الشيء هذا كل اسبوع يعني كل نهايه اسبوع نحن في الكورنيش. فصاروا الناس تجي يدوروا لنا نحن وين جالسين. كانت حاجة مسوي شوشرة يعني عليك حلو. كانت حاجة حلوة يعني، فحاجة جديدة إنه ناس مثلاً تطلع برا تغني وتسوي لمة وده، فكان حاجة يعني فكان شيء يعني ما هو مسبوق. الحمد لله من دي البداية يعني بقول لك إني عصرت يعني وقت بديت فيه أنا خلاص. من هنا كان بداية يعني حوالي تقريبا من 2016 نهاية 2016 كذا بدأت تغني. الحمد لله. ما رأيك نجرب في الألعاب؟ في الألعاب يلا ألعاب ألعاب تنوين علي والله. نجربك في اللعبة هذه فيها سماعة. شوف عندك هذه السماعة تحطها في راسك بشغلك أغنية من عندي. حلو تمام. حلو بقول جملة بشفاف يعني لازم تتعرفها. طيب. وإذا ما عرفتها نقطة لي، بعدين الدور عندك، جاهز؟ يلا بسم الله. تفكر. وين رايح؟ وين رايح؟ الأخيرة. غيرها طيب. الأخيرة. غيرها. وين رايح؟ أول نقطة الفايز. إيش اللي قلته أنا؟ ما قدرت أجيبها. أي شيء. شوف جيب كلمة أشوف شبابك تتحرك فيها. أنا ما أدري. لا ماني ملاحظ شبابك. توقع إيش قلت طيب؟ ما أدري. قلتك وين رايح؟ وين رايح؟ شوف وين رايح؟ الشباب ما تحركت ما تنحسب نقطة معليش أرجع. الحين دورك. لا 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 تنعاد. ما في دور. لا في بيجي دورك الحين دوري. لا أنا أبغى ذي تنعاد. لا ابغى ذي توقت. اي ابغى حلو همسك جوي وجوي اجوي اجوي يلا خذ راحتك خذ راحتك. عبد الغفور فول حق الصعود. عبد الغفور عبد الغفور ايش قلت؟ واحد فول جوي شكلك حسن مبسوط بصوتك طب قول لي ايش قلت لحظه عبد الغفور عبد الغفور واحد بيت شو بيستاهل هذا انت ليتس جو اسمع حنبت اللي انت صح حنبت رفع صوتك عشان الناس يسمعونك بس اهم شيء استنى لحظه بس لحظه يا تشاور معاه طب تكلمنا بعدين ايوه يلا مكلة عبد الله حلو حلو خلاص ما قدوري عبد الفتاح عبد الفتاح واجد نعم مش حقي اي يعني ما عندك تفوز اول واحد غلط ترى اول واحد غلط ايش قال اول واحد غلط انت ايش قلت اول واحد ايش قال عبد الفتاح انا قلت المكلة اول واحد ايش قالوا؟ قال عبد الله حلو، الثانية؟ عبد الفتاح يعني برضه انا اللي فايز هنا في غش ما في غش خلف الكواليس قاعدين يغششوك